هلا اقول لك انت بشيفا، مين الناس اللي كانوا موجودين بشيفا مش مدنيين؟ عناصر من حماس والجهاد. فالشفا او المدارس زي ما انت عارف كلنا عارفين، او اماكن مشابهه زي هيك كانت الملجا او الملاذ. اكم واحد كانوا في شيفا من حماس؟ هو السؤال هذا متنوع يعني، حماس في اكثر من جهه، في حكومه، في مباحث، في بحكي معك انا. ما انا بقول حماس نشطاء حماس مستقل من 600 ل 1000 يعني. نبي رجب استوي. صحيح. انت شو وظيفتك؟ وين انت؟ لمين انت؟ جهاز للجهاز. للجهاد الاسلامي. وليش انت هون؟ ليش هون؟ جابونا من الشفا. من الشفا؟ من المستشفى؟ من المستشفى الشفا. قديه وقت كنت هناك؟ قديش وقت؟ تقريبا 3 شهور. شو وظيفتك بالجهاد الاسلامي؟ في الصواريخ. في الصواريخ؟ شو معناته؟ معناته تستنى تحمل، شو تعمل مع الصواريخ؟ من صناعة الصواريخ. اوكي، قد ايش صار لك تشتغل بهالموضوع؟ تقريبا من 2012 تقريبا. اوكي، هلا قول لي انت بشيفا. تمام. مين الناس اللي كانوا موجودين بشيفا مش مدنيين؟ عناصر من حماس والجهاد. فالشفا او المدارس زي ما انت عارف كلنا عارفين، او اماكن مشابهه زي هيك كانت الملجا او الملاذ. انت الجهاد الاسلامي. طيب. انا بعرف وين مسكوا ناس من الجهاد الاسلامي في الشفا، صح؟ وين كان مقر الجهاد الاسلامي بالشفا؟ وين كان؟ اكيد بتعرف انت. قول لي. لقيتها يعني تواجد عناصر حماس والجهاد فيش مقر معين حضرت الميجر. بس خلنا اوفي لك. متوزعين في كل المباني، يعني موجودين في كل المباني. انا بعرف. انا بقول لك عناصر حماس او المبنى التخصصي مثلا، المبنى التخصصي كان تقريبا في تواجد بشكل كبير، كثير من عناصر حماس كانوا موجودين في هذا المبنى، مبنى التخصصي. يعني هذا مش معناته انهم مش موجودين في المباني الثانية. طبعا. مثلا ممكن تلاحظ انه هذا يبدو عليه مثلا مش ممرض، لكن لابس اواعي ممرض وماشي. هذا شوف ازاي هاد بعيونه. انا بكر احمد، بكر جنيطة. شو وظيفتك بحماس؟ انا مدير دائرة حماية غزة. مين الناس اللي كانوا تحت مسؤوليتك؟ كان عندي في الافراد 143 فرد مقسمين ما بين رؤساء اقسام وعناصر. اوكي، وين مسكوه؟ في الشفا. في الشفا؟ في المستشفى. في المستشفى. قد ايش صار لك هناك؟ صار لي الفترة الثانية 25 يوم تقريبا، او من شهر ل 25. اكم واحد كانوا في الشفا من حماس؟ هو السؤال هذا متنوع يعني، حماس في اكثر من جهة، في حكومة، في مباحث، في بحكي معك انا. ما انا بقول نشطاء حماس. نشطاء حماس. مستقل من 600 ل 1000 يعني. في محلات معينة بالمستشفى هي تابعة للحماس يعني؟ في أماكن معينة تابعة لمنطقة اختصاص اللي هو اللي سموه منطقة الاختصاص الشفا ومحيطها في التكتيمة للقائد السرية، كان موجود هو وقائد الفصيل عنده بعض الشباب، هذه فيها كان سلاح يعني. صح؟ أنا حكيت للضابط معي، قلت له وين في أماكن فيها تابعة للجهاد، تكون زي الولادة مثلا، يكون فيها بيستخدموا مبنى الولادة كان بشكل كبير. فكنت واضح يعني وحكيت انا. اوكي، هذا الجهاز يستعملوا بالولادة؟ زي مقر لهم تقريبا. حماس في مبنى الشفا الادارة والتخصصي موجودين فيه، وحتى الولادة الدور الاول البدروم حكيت للاخ من الشفا. ليش حسب رايك بتستعملوا بالمستشفيات بكل غزة حماس والجهاد الاسلامي بتعملوا مستشفيات؟
عدة أسباب. السبب الأول إنه ازدحام السكان، يعني سهولة الحركة، البيئة كويسة، بيئة مثلا الكهرب، المية، المرة دي كلها تكون موجودة، ومناطق بتضلها كيف حيوية في حركة. يعني هذا السبب، سبب أساسي عشان المحل المستشفى هذا محل إنساني، هذا الأصل. الأصل ما حدش قرب عليه، هذا الأصل. أنا أقول لك إيش الدوافع، أما كل الغاية والهدف الأساسي الأصل ما قربش عليه. ما فهموا إنه نحن نتكرر، الجيش بيتكرر، دخلنا لكل المستشفيات ليش؟ عشان هم موجودين هناك. والمشكلة مين هذا بدور مين؟ المشكلة احنا نتحسن من السكان والاهل والمرضى والشهداء والجرحى، اللي مش حد يعالجهم.